هلو جايز، قبل ما نبدأ الفيديو نحب نوصلو سلاح شنو؟ هاتين العاريتين غريبة ما فيهاش سلاح الجو الضباب توا هاك شنو نشوف دوك كان نشوف حاجة A few moments later. صح وجهه
تعال لو عنده ام 7 وعنده سكوب 4 وشنطه 3 سكوب 6 بندير سكوب 3 بالنقص برا برا سكوب سكوب 6 باللو تبي انت تبي سكوب 6 خليه ولا سكوب 6 تبين خليه لك ما يعني معناه خل لوحة ما عندي من دير بيه ولا خليه يقعد اختيار ولا لوحته شكلي لوحته هاي واحد 8 هنا و بوينت هنا ولا هذا هنا مخزن 40 ما حصلناش في فلير نزل قدام شكله بينزل بيتم بعد الواحدة لا في ال هنا برا السيارة قاعدة حتى ما نزلتهاش ممكن ننزلوه بعد الوقت الفلير عادي جاي هذيك ورا الجبل اوكي لانه الطيارة قاعدة ما نزلتها الطيارة قاعدة ما نزلتهاش انا ما اعتقد هني جادي التالي بك هيا ما نزلتش هيا هيا اصبر اصبر خلينا نشوفها وكذا هذا ليبيا يا ده ما نزلتهاش خذ يسار خذ وراك 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 الطيارة قاعدة ما نزلتش برا يمين خذ طويل نشوف وين بتنزل اه نزلت بنزينة مش حتسد يا شاب انا سلاحك وما يجيب يا صاحبي البنزين تسمع فيه مليح توا ايه قلت لك البنزينة مش حتسد برا بنزينة مش حتسد ايوه احسن شيء انك غيرت السيارة مخزن 40 ما عنديش يا رش لا ما تقوليش انزل في البحر والله لا في البحر فوت 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 الحياش اللي على اليمين اما اعتقد فيهم ناس ها ما تقفش لين يقولك شيء برا خلينا مع بعض خير قدرة مخزن 40 قبل لا يقول لك
شكلك كيما قول لقيت الواحد انا مشيش حالك. في الحياة شما اكيد 200% في ناس من صار لي لاق يعني ينزل ويطيح يا رجل تقول بني ادم اسحبه واحد كم بالك يا شام بس متعطلش طاح شو في لا حلعي تعرف وين بيصير تعال هنا تعال كلها تلقاها متكمبرة جيت حاد تعال خش في الزب ستة مقابل ده راح بساتر شوي اطلع من جنبي هنا من الجهه اللي طلعت منها ايوه زيد نقص نقص زيد امشي فوق شوي امشي فوق شوي التالي ايه امشي فوق ما تنقزش امشي قبل شيني مني ننزل معك برا انت بجد
انا اللي عليك برا 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 اولا اطلع كنت. وين طلعت انت؟ ترميتها انا هم فصل الحرش طيحني هو انت بر 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 بلوك تعال هنا تعال حي حي درت غلطة وخر وخر ايوه اسمع ما دام هم يضربوا خلينا نمشي احنا وسط الحياش فيهاش الزرق فيهاش نزرق اهو حش حش الازرق دوتا اطلع لك تاني من رش طيحتها هشام هد عليه طيحتها برا ورا دوت هو ايه خش تلقاه قدام حال تعال في واحد تاني واحد تاني يرمي الرمان تعال هشام تعال هنا الحوش لازل قدامنا اسمع انا بنقص بندول له
هشام تعال الحوش هوا. انا ما اعتقد انا بخش له. خش لحمة تعال اهو مات هذا. تعال الثاني وينه؟ صحيت. حلوة هشام حلوة حلوة. شوت جميل والله شوت جميل يا ولد شوت جميل. لا لعبنا صح والله شوت حلو حلو صوت حلو. بيو 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 تنسوش ديروا سبسكرايب وترنوا الجرس وانتظرونا في حلقة جديدة. سلام.